طيب مين الزوجة بقى اللي ملهاش مثيل؟ رجالة كده، مين الزوجة اللي ملهاش مثيل؟ هي التقية، الصالحة، حديث النبي الذي إذا نظر إليها إيه؟ سرت، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرت. جميلة، شكلها حلو، ريحتها حلوة. دلوقتي بيقول لك مش عارفة بيحطوا إيه كده في الشعر عشان يبقى وهو جاي يبقى فيه ليه لشعرها حتى ريحته كده، يقول لك ده شعرها مكمكم، يقول لها عاملة الكحكة ما بتسيبهاش، ما أعرفش بقالها قد إيه، وعاملة ما أعرفش يا ستي. إذا نظر إليها سرت، من النظر، حاسة النظر والشم واللمس والدنيا وإيدك ناعمة وكده، شو تمسك ما هي من طول النهار في البتاع وماله غرزيها في أي حاجة في أي زيت زيتون ولا بتاع، المهم تبقى لينة الملمس. إذا نظر إليها سرت وإن أمرها أطعت، سمع وطاع، وزي ما أنتم ما قلتوا في الإسكرينات بتاعكم، وإذا يعني أمرها قطعت، نعم وحاضر، ونعم وحاضر بتريح، واللينة ما بتنكسرش، الكلام ده نرجعه تاني. نعم وحاضر يا بنتي لزوجك، يعني أدم بأمورك بمعصية، أمورك تموتي وتنت، ما بيأمرش بمعصية. عايز بيت هادي، عايز كذا، عايز كذا، طب وأنت كمان عايز، قولي له. قولي له بس ما تقولي له، وخلي الشكل اللي بيقول له إذا نظر إليها سرت، مش عبعال واقف قدامه، إحنا متفقين، عبعال وخميس وجمعة نرجع بيهم خالص. وإن غاب عنها إيه؟ حفظت في نفسها وولده، حفظته في نفسها وولده، يعني ست تقية، يعني لو جوزها ماشي وعارف تخاف الله عز وجل، مش الشبابيك المفتحة اللي قلنا عليها الحلقة اللي فاتت، واستغفر الله ده بيتكلم وده بيعمل وده مش عارفة بيقول إيه وده، لا 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 لا، المباركة النفاعة، حلوة الكلام، حلوة المعشر، الصوت الرقيق بتاع الأنثى، مش يا ريت كده، بتبقى الدنيا جعر، مش عايزة أقول لكم إحنا بنجعر برضه، يعني الدنيا بتبقى فظيعة، مش عايزين الكلام ده خالص، يقول لك لا 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 أنا مخضوض، أنا مخضوض، دي مش زوجة، دي حاجة اتقلبت كده مرة واحدة، ما تتكوش على زر الغضب عندها. الصالحة الطيبة النفاعة صاحبة الكلمة الطيبة الرقيقة الحنونة، أصلا المرأة إيه غير حياء وحنان؟ والله هي المرأة حياء وحنان، مع جمال بقى إن هي أنثى زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، أوعي تستغني عن أنوثتك. دي الزوجة اللي ملهاش مثيل، اللي تبقى مقتضية بأمهات المؤمنين وبالصحابيات. خدي لك واحدة منهم مؤلديه، وحكيت لكم على قصة ذات النطاقين سيدة أسماء وسيدنا أبي بكر، وقلت لكم إن في واحدة كانت عندنا من طنطا من الغربية، ربنا يردنا على خير، بقى لنا 4 سنين، ربنا يردنا على خير يا رب، وقولوا أمين. كانت بتقتدي بالسيدة أسماء، ومن شدة حبها واقتضائها للسيدة أسماء بنت أبي بكر، لدرجة إن هي لما جابت عربية قالت لزوجها أنا عايزة أغسلها زي ما السيدة أسماء كانت بتغسل الفرس لزوجها. قال لها فين عربية إيه؟ المهم سمع ونزلت بعد الفجر وأسف، كانت تقتدي بيها. ولما جت توفاها الله كان نفسها تندفن معاها، بس هي مش آلة بيت. فزوجها راح مش عارفة مين كان في جامعة ايه آلة بيت، فعرف بطلبها وامنيتها، فتح القبر للسيدة بتاع السيدة أسماء بنت أبي بكر ودفنها فيه. اللي بيؤمن بشيء وبيعيش له الله عز وجل بيسره له، هي ما دول قدوتنا. لكن بقى المتفرنجات وكل حاجة آت والهاشتاجات واللي عاملين بترندات معرفش ايه، وقلعيه وعمليه وبوظيه وبهدليه وجرجريه في المحاكم ويعرف أصله ونجيب، مش تبعنا الناس دي، مش تبعنا دي، مش الصالحة اللي بنتكلم عنها. احنا الصالحة زي ما بقولتلك كده اللي قدوتها أمهات المؤمنين.